منى قوادرية ابن ولاية المسيلة البالغة من العمر 16 سنة والمتحصلة على المرتبة الثانية عالميا في كأس البطولة الدولية للحساب الذهني التي أقيمت حديثا بالصين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا التلميذة قوادرية منى من مواليد فاتح ماي 2005، أدرس الثانية والثانوي بثانوية إبراهيم ابن الأغلب التميمي. بدايتي الأولى كانت في شهر جوان، بدأت دراسة بمركز جيل العباقرة. أول بطولة شاركت فيها كانت في مارس، وهي البطولة الولائية لولاية المسيلة. تم اختياري من متوجين، وبعد مدة من الدراسة شاركت في البطولة العالمية للحساب الذهني المرتبة الثانية. فات لنا شهر كامل وحنا نحضروا البطولة. تلقيت صعوبات في منتصف ذلك الشهر، إلا أنني تمكنت من هذه الصعوبات. تلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. القرآن الكريم ساعدني في نجاحاتي في حياتي الدراسية أو الاجتماعية، فجعله الله لي مفتاحا لكل نجاحاتي، وأتمنى أن أختمه في أقرب الأجل إن شاء الله، وأكون قدوة للبنات الأخريات. أما المنى قوادرية تكريمها من رئيس الجمهورية لاحتلالها مرتبة مشرفة للجزائر وإعطائها دفعا نفسيا لنجاحات مستقبلية أخرى. من السلطات المعنية وخصوصا رئيس الجمهورية أن يستقبلني ويكرمني كما كرم باقي زميلاتي والتي كانوا معي في نفس البطولة. مثل هكذا النوابغ أثبتوا أنه لا شيء مستحيل وأن الطموح لا حدود له.